نقول بان مفهوم ديال البدايات ان سبيريتو من 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 الناس كيجوا بحال كما قلتي دابا الناس كيجوا كيسولوني نفس السؤال كيقول لي امتى بديتي الفن how did you start doing art كيسولوني امتى بديتي الفن انا فاش كنبغي نجاوبهم امتى بديت الفن دائما كنلقى زعما اشكاليه باش نجاوبهم لماذا لان فاش الواحد كيتذكر واحد البدايه كيلقى كيفهم من بعد بان ننسى بدايه اخرى لاسكيبتور لان حتى المدينه فين عشت فيها مدينه تارودانت اللي كبرت فيها عندنا بزاف ديال لا بيغ دو كالكير من الحوايج من الصنائع اللي معروفين فاش كيقولي من الحرافي اللي معروفين في المدينه جوج الحرافي هما اللي معروفين جو بونس بزاف فين كيخدموا الناس بزاف ديال التوب ولكن جو بونس انا عقلت بان مثلا الجلد مهم بزاف الجلد مهم بزاف يعني الصنداله والبلغه مهمه بزاف في المدينه ولكن عندنا لا بيغ دو كالكير حتى هو الناس كينحتوا بزاف ديال لا بيغ دو كالكير عندنا حتى اللي معروفين على الصعيد الوطني كاينين عايشين تما واخا كيبيعوا غير في السوق كوميرسيال ولكن عندهم لا فورس ديالهم وهاد الناس هادو كبرنا حداهم كنمشيو للسوق وكنشوفوا هادوك المنحوتات وكنا دائما كيأثيرينا هذاك انا بعدا بخصوص انايا كان دائما كيأثيريني هذاك النحت هذه غير مسألة أكاديمية فاش كنقولوا سيلف ميد عصامي غير باش نحددوا ونقولوا هذا راه قرا في الجامعة أو ما قراش في الجامعة أما هي باش دير راسك براسك سي با بوسيبل مستحيلة هي أصلا مستحيلة لأن يعني حنا واحد كندخلوا في كولابوراسيون ديال الحياة واحد مشاركة شاعرية مع الآخرين مع الوالدين ديالنا مع الأصدقاء ديالنا مع الأرشيتيكت اللي كتكبر حداها مع لي كومبوزيسيون كل اللي كتشوفو من الطفولة ديالك الحياة ديالك كدوز حدا داكشي كاع كاملو هادشي كاملو كيقريك هادشي كاملو هو اللي كيقريك لار لأن الحاجة الوحيدة جو بونس اللي كتعلميها في ليست اللي الواحد الفنان كيتعلمها في ليستواغ دولار هو تعلمت أبزورفي وتعلمت تعطي القيمة للونتوراج ديالك أي فنان ممكن تقرا عليه في ليستواغ دولار وإلا وكيقول لك بقى غير في الإشكاليات ديالك بقى غير في اليونيفيرس ديالك حاول تشوف الحوايج الصغار اللي ممكن الناس واقيلا ما كيتسوقوش لهم سي بور سا بابلو بيكاسو كيقول لك بان الفن كيدوز بالليل فاش كينعسوا الناس هذا ميتافور بغى يقول لك زعما بان الفن راه واحد الحاجه اللي خاصك تقدر مثلا كنقول تقدر تجيك فكره عظيمه الا ما سرقتيهاش الا ما كابتشريتيها دغيا كتمشي في حالتها اكزاكتومون الو جو بونس وهذاك لاتونسيون هذاك الانتباه خاص يكون عالي واحد شويه خاص يكون عالي هذاك هو اللي كيخلي الفنان كيكون برقاق بطريقه شعريه كيف ما كنقولوا تبرقيك سي بور سا جو بونس كو فاسيلي كاندونسكي حتى الروسي كيقول الرسام الروسي كيقول I spy with my little eye كان برقق بعيني الصغيرة بمعنى أنه هو كيبرقق كيشوف ونفس الشيء تبرقق اللي كيدير الأوديونس مع أي عمل فني كيديره هو مع الحياة اليومية وكنديره احنا مع الحياة اليومية ديالنا